طيب تعالوا بقى نبدا احنا النهارده يا باشمهندس بنشرح او هي مقدمه الغرض منها ان احنا يا باشمهندس نعرف ازاي مدى اهميه الخرسانه وازاي نعرف نصمم صح كده تمام منشآت من الخرسانه المسلحه. لو بصينا على المنهج بتاعنا يا باشمهندس فهتلاقي ان الماده بتاعتنا اسمها ديزاين اوف رينفورسد كونكريت ستراكشرز تمام تصميم المنشآت من الخرسانه المسلحه تمام. وده هياخدنا لكذا سؤال. اول سؤال يا باشمهندس يعني ايه اعمل ديزاين لمنشأ من الخرسانه المسلحه تمام. وده معناه الاتي: اول حاجه علشان اعمل ديزاين واقول ان انا عملت ديزاين لازم يا باشمهندس اجيب ابعاد القطاع الخرساني بتاعي، اشوف بعده قد ايه، كام في كام صح، العمود ده يا باشمهندس يبقى كام في كام صح، وهكذا ابتدي اسال البلاطه دي يبقى سمكها قد ايه تمام. يبقى ده البعد الابعاد، اول حاجه بجيبها هي الابعاد. طيب تاني حاجه قال لي يا باشمهندس كميه الحديد اللي هحطه تمام كده تمام كده حلو. فقال لي يا باشمهندس طيب معنى ديزاين حاجتين: اطلع ابعاد للقطاع الخرساني واطلع له قيمه التسليح بتاعته تمام جدا. قال لي يا باشمهندس طيب تعالى كده نتكلم على بيقول لي reinforced concrete structures. structures دي معناها منشآت خرسانية صح كده تمام، او منشآت من الخرسانة المسلحة. هي ايه المنشآت يا باشمهندس اللي من الخرسانة المسلحة؟ تعالى نتكلم كده على منشأ يا باشمهندس طبيعي جدا اللي هو المنشأ السكني بتاعنا صح تمام، اللي هو الريزيدنشال بيلدينج، منشأ سكني. ماله بقى المنشأ السكني؟ قال يا باشمهندس احنا بنتكلم كده واحد كده بقى ايه يحكي معايا شويه، هو المنشأ السكني بيتكون من عناصر ايه؟ الاليمنتس اللي فيه، الخرسانيه اللي موجوده فيه. حد يقول لي كده؟ قول لي. العواميد والبلاطه والاساسات والطوب. حلو. كلكم اتكلمتوا صح. اتكلمنا يا باشمهندس، تعالوا كده نمسك، بنقول يا باشمهندس في سقف اللي هو السلاب، واللي هو احنا بنسميه في الخرسانه كمان بلاطه تمام، السقف ده بنسميه بلاطه تمام اوكي. فادي السقف، السقف ده يا باشمهندس بص اهو هو ده تمام، السقف اللي موجود فوقنا ده. طيب جميل. السقف ده بيكون متشال في الاغلب على كامرات، وممكن ما يكونش متشال عليه تمام. حلو. بيمز كامرات، ايه الكامرات دي يا باشمهندس اللي انت شايفها دي؟ بص دي كاميرا ودي كاميرا تمام. حلو. بص الكاميرا دي كمان متشاله على كاميرا كبيره ازاي تمام. حلو. طيب يبقى ايه كامرات صح، في كامرات ثانويه زي اللي انت شايفها كده اللي هي بتودي لكامرات اكبر شويه بسميها كامرات ايه رئيسيه. في اي مشكله في ده؟ طيب حلو. قال لي يا باشمهندس وبعدين؟ قال لي بيجي بقى الايه الاعمده تمام، ويا ريت يا باشمهندس بنقول عليها اعمده ما نقولش عواميد، نقول اعمده، ممكن نقول عمدان تجاوزه، بلاش عواميد دي علشان ايه الموقع هيبقى رخمين معاك في الكلمه دي تمام اوكي. في اي مشكله؟ طيب جميل جدا. تعالى بقى يا باشمهندس بعد كده قال لي هنلاقي يا باشمهندس الاساسات تمام، والاساسات دي في الغالب بتبقى يا باشمهندس عباره عن قواعد او حاجه اسمها لبشه. قواعد دي ايه؟ بيبقى العمود يا باشمهندس وتحتيه قاعده ماسكاه تمام. حلو. طب لبشه دي ايه؟ بيبقى المسطح بتاع المنشا كله خرسانه تمام. حلو كده. حلو جدا. فقال لي يا باشمهندس قواعد او لبشه او حصير تمام اوكي. طيب تعالى كده يا باشمهندس احنا كده ده شغلنا كمهندس تصميم، ببدا من فوق بصمم من فوق السلاب ثم
الكمرات ثم الأعمدة صح، ثم القواعد تمام، ثم الحمل ده كله هيروح على السويل بتاعتي الأرض بتاعتي تمام، اللي هي ببقى مصمم معامل حسابي. انتوا خدتوا بيرنج كبا... خدتوا سويل صح تمام، البيرنج كاباستي بتاعه الارض قد ايه تمام حلو، علشان ما يحصلش برضو ايه اي مشكله في التربه مظبوط تمام حلو قوي. فقال لي يا باشمهندس ده وانا بصمم، طب وانا بنفذ اعكس بقى صح تمام، هشتغل القواعد ثم الاعمده ثم الكمرات ثم السقف صح كده تمام. فده باشمهندس عناصر المنشأ بتاعتي. احنا السنة دي يا باشمهندس تقريبا هناخد كل العناصر دي تمام حلو، هناخد في السلاب يا باشمهندس نوعين من السلاب، نوع اسمه سوليد سلاب تمام حلو. السوليد سلاب ده معناه ايه باختصار شديد جدا لغايه لما ندرسه، ان البلاطه متشال على الكمرات زي ما احنا قلنا تمام حلو. طيب هولو بلوك سلاب، ايه الهولو بلوك سلاب ده او بنسميه هوردي سلاب، ماله بقى الهورد سلاب او الهولو بلوك ده؟ قال لي يا باشمهندس برضه متشال على الكمرات. الله امال ايه الفرق؟ قال لي ان الفرق يا باشمهندس ان السوليد سلاب ده يقدر يشيل فعليا 25 متر مربع بحسب الكود 36 متر مربع لو انا صممت كويس تمام. 25 متر مربع انا بتكلم على مساحه صح، يعني لو احنا بنتكلم على طول في عرض 5 في 5 صح، او تجاوزا اكتر حاجه ممكنه جدا 6 في ايه في 6، في اي مشكله؟ طيب جميل. الهولو بلوك سلاب بقى قال لي يا باشمهندس الهولو بلوك سلاب ده ابدا من 8 في 8 من اول 64 متر مربع تمام ما شاء الله صح تمام، بيقدر يشيل مساحات كبيره جدا تصل لحوالي 100 متر مربع تمام حلو، في اي مشكله؟ يبقى ده بيشيل مساحات صغيره والتاني مسته انه بيشيل مساحات ايه كبيره شويه، في اي مشكله يا جماعه؟ طيب جميل، ده بالنسبه للسلاب. طب والكاميرات؟ قال لي الكاميرات دي بقى يا باشمهندس هنشتغل عليها شغل نار لغايه قبل الميد ترم، مش هنقول غير كاميرات تمام حلو. فهندرس الكاميرات تفصيليا، اللي هو ايه هندرسها يا باشمهندس؟ ازاي الحمل المره الجايه ان شاء الله، ازاي الحمل يجي على الكاميرات تمام، بنسميه لود ديستريبيوشن اون بيمز، الاحمال دي واصله للكاميرات ازاي صح تمام حلو حلو. طيب وبعدين بنبتدي يا باشمهندس نعرف ازاي نعمل ديزاين للكاميرات تمام، بعد ما بنشوف يا باشمهندس حاجه مهمه جدا ايه، بنشوف لها فاكرين ايه ده الاستراكشر صح تمام، بنشوف لها الشير فورس دياجرام والبيندنج مومنت دياجرام تمام. يبقى خد بالك بقى من الاتي، ان تصميم اي قطاع خرساني يلزمه الاتي، انا بصمم حاليا يا باشمهندس صح، بصمم لمقاومه ايه؟ مقاومه الستريننج اكشنز. ايه الستريننج اكشنز؟ يا بيندنج مومنت يا شير فورس يا نورمال فورس صح، الحاجات اللي احنا درسناها ايه قبل كده. يبقى تصميمه بناء على ان عرفت الشير فورس والبندنج مومنت اقدر بقى باشمهندس اعرف بقى ابعاده واعرف التسليح بتاعه، الاي اس دي بنسميها اريا ستيل اللي هو نسبه التسليح بتاعتي تمام اوكي حلو قوي. فلا باشمهندس وبعد ده كمان بنعمل حاجه مهمه جدا، وهي ان احنا بنرسم تسليح هذه الكاميرات تمام، علشان يا باشمهندس يبقى احنا كده عرفنا الكاميرا من اولها لاخرها تمام، في اي مشكله في ده؟ طيب ده ان شاء الله هنبدا فيه من المره الجايه وياخد معانا تقريبا لغايه المتر شغل ان شاء الله تمام اوكي بكل التفاصيل بتاعته. طيب ايه تاني عندنا يا باشمهندس؟ الاعمده، والاعمده بصراحه احنا هنقولها كده بطريقه بسيطه في الترم ده
تمام. وإن شاء الله السنة الجاية لما تدخلوا خرسانة 2 هنقولها تفصيليا كل شيء في الأعمدة. تمام جدا. طيب تعالوا بقى نتكلم شوية عن حاجات مهمة قوي هتنفعنا في التصميم. ايه بقى الحاجات دي يا باشمهندس؟ قال يا باشمهندس انت بتتكلم على reinforced concrete صح؟ خرسانة مسلحة. يعني ايه يا باشمهندس؟ قال لي يعني انت يا باشمهندس منشآتك مكونة من خرسانة وحديد صح ولا لا؟ لازم تبقى عارف كل واحد فيهم خصائصه ايه صح؟ علشان اقدر اتعامل معاهم. فقال لي يا باشمهندس لك ان تتخيل ايه اهم حاجة خاصية موجودة في الخرسانة؟ المرة الجاية هدية، اللي هيجاوبني صح المرة الجاية هدية. ها، مقاومة ايه؟ الضغط. اف سي يو. تسلم. طيب حد يقدر كده يقول لها باش مهندس اقدر اعرف مقاومة الضغط ازاي؟ دي هدية برضو. اختبار ايه؟ المكعبات والاسطوانات. مظبوط. تمام، حلو قوي. بص بقى يا باشمهندس، ان شاء الله ليك كده المره الجايه. تمام، اوكي. طيب بص بقى يا باشمهندس، تعالى اقول لك بقى واحكي لك الموضوع. قال لي يا باشمهندس خد بالك ان الخرسانه ما يميزها باشمهندس معايا انها بتقدر تشيل ضغط. تمام، حلو. طيب انا دلوقتي يا باشمهندس، جميل جدا، الاف سي يو دي انا كمهندس مصمم، مهندس بصمم انا اللي بصمم الحاجه. تمام، ببتدي اقول لك الاف سي يو بتاعتك بكذا. تمام، طب انا بحددها بناء على ايه؟ الكود مديني قيم دنيا يعني مينيمم. تمام، ما قلش عنها، واقدر استعمل يا باشمهندس اي قيمه فوقيها. حلو، ايه القيم دي؟ قال لي يا باشمهندس لو انت بتصمم منشآت من الخرسانة المسلحة اف سي يو لا تقل عن 20 نيوتن على المليمتر المربع. تمام، اللي هو 20 ام بي اي. اف سي يو لا تقل عن كام؟ عن 20 ام بي اي، نيوتن على المليمتر المربع. تمام، حلو. طيب يعني انا يا باشمهندس العام واللي الناس بتشتغل بيه 25 في الاهلي، الحاجات اللي هي ايه؟ الاهليه. تمام، حلو. طيب المنشآت المهمه شويه 30. المنشآت المهمه شويه كام؟ 30. تمام، حلو. طيب المنشآت يا باشمهندس اللي انا بستخدم لها، لو انتوا سمعتوا كده اكيد بتفتحوا التلفزيون وبتسمعوا عن حديد عز. تمام، المواصفه الجديده اللي بتوفر 14 في صح، سمعتوا الكلام ده؟ حد ما سمعوش؟ تمام، في مواصفة جديدة للحديد خلت الحديد يا باشمهندس بيشتغل بقيمة عالية شوية، هعرفها دلوقتي لما اتكلم على الحديد. تمام، حلو. لو انا هستخدم الحديد ده اف سي يو لا تقل عن 35 ام بي اي، ده بحسب الكود. تمام، يبقى انا عندي ثلاث حاجات ممكن كمصمم من خلاله محدد الاف سي يو. لو انا منشأ عادي وناس اهليه وهتصب بخلاطه نحله، تمام، 25. تمام، لو مشروع مهم شويه وفي بامب، يعني ايه بامب؟ في عربيه خلط، انتوا عارفين عربيات الخلط اكيد صح؟ تمام، جايالي هاخد ايه؟ 30. لو انا هستخدم مواصفه الحديد الجديد 5 وايه؟ و30. في اي مشكله يا جماعه؟ طيب حلو قوي. فقال لي يا باشمهندس ادي الاف سي يو اللي احنا بنتكلم عليها. طيب الاف سي يو ده كمصمم، طب انا دلوقتي صممت وجاي واحد ينفذ في الموقع صح؟ اضمن ازاي انه نفذ زي ما انا ايه؟ صممت صح؟ ببتدي يا باشمهندس مع كل يا باشمهندس عنصر خرساني، حلو؟ اخد 6 مكعبات خرسانيه على الاقل، حلو؟ باخد 6 مكعبات. المكعب يا باشمهندس هو مكعب قياسي، مكعب كده بتلاقيه اصلا هو موجود حديد. تمام، بيبقوا عاملينه
150 مللي في 150 مللي في 150 مللي، 15 في 15 في 15 بالسنتي، تمام؟ ايه 150 في 300، تمام حلو. بس احنا بنشتغل مكعبات، عشان مكعبات اسهل ما بنعملهاش معاير، حلو تمام. الاسطوانات لما بنطلع قيمتها بنضربها في معاير، تمام اوكي. طيب فيا باشمهندس المكعبات بتاعتي دي باجي اختبرها، لو انا مستعجل قوي ممكن 3 ايام، لو انا مش مستعجل قوي ممكن 7 ايام بختبر 3 مكعبات، تمام. المفترض تكون وصلت لحوالي 50% من قيمه الاف سي يو بعد 7 ايام. 28 يوم يبقى ده الاف سي يو بتاعتي، نجح الاختبار اشتغل اللي بعده، تمام. طب ما نجحش، لا عندك مشكله. ايه؟ هتبتدي يا باشمهندس تستنى 7 ايام وتاخد كور تيست. كور، عارفين الكور؟ الكور ده يا باشمهندس اداه كده زي مسدس، فيها يا باشمهندس اسطوانه حديد بدخل فيها بالخرسانه اطلع ايه؟ اسطوانه خرسانه، تمام؟ حلو، بعيد عن التسليح. حلو، باجي يا باشمهندس اخد الاسطوانه دي واختبرها، تمام؟ حلو قوي. لو طلعت اكتر من الاف سي يو يبقى انا كده ايه؟ تمام، مفيش مشكله، تعدي الموضوع. لو طلع اقل نزل السقف بتاعك يا باشا، تمام. ده انا صبيت على السلام، صبيت غلط، تمام. ولذا مهم جدا بتلاقي المهندسين واقفين انتباه لحظه الصب، صح ولا لا؟ تمام حلو. شوف بقى الاهميه. طيب ادي الاف سي يو عرفنا بتيجي ازاي. عاوز واحد بقى هديه، تمام، المره الجايه يقول لي لو انا منشأ، انا كنت عمال اخد مكعبات صح كده وانا بصب، صح؟ طب لو منشأ موجود زي المنشأ اللي احنا فيه، عاوزين نعرف الاف سي يو بتاعته كام، نعرفها ازاي؟ انا قلت يعني انت عن الاجابه وانا بشرح. تسلم، كمل، قول لي. اقول ايه؟ قول لي صح اللي انت بتقول. حلو، برافو عليك. قال لي يا باشمهندس هاخد الاسطوانه اللي هو الكور تيست اللي احنا اتكلمنا عليه ده، تمام، من العناصر بتاعتي، صح؟ بس يا باشمهندس ما هو لا قالش ميدة تمر، انا عارف انت مش انت قلت المطرقه، صح؟ تمام اوكي. فقال لي يا باشمهندس الكور تيست ده بس هو اختبار متلف. متلف يعني ايه؟ ما هو يا باشمهندس لما هتيجي تاخد كور طلعت اسطوانه، ما مكانها فاضي، صح ولا لا؟ تمام. احنا بنحط جراوت، جراوت ده ماده زي الاسمنت كده بنملى بيها الفراغ بعد ما نخلص. بس تخيل لو عملت كده في كل المنشا، في كل العناصر، ده انت كده بهدلت الدنيا، ضعفت المنشا. انت رايح تشوفه قوي ولا وحش؟ تبوظت الدنيا، صح؟ تمام. طب امال ايه يا باشمهندس؟ احنا بناخد ده كور او اتنين، تمام، حسب المساحه. حلو، لو برج سكني باخد كورين على الاقل. وبعدين يا باشمهندس اروح جاي يا باشمهندس جايب شميده هامر بتاعتي. ايه الشميده هامر دي؟ دي مطرقه ريباوند، يعني ايه؟ بتعتمد على الارتداد من الحيطه الخرسانيه. بتقول لي الاف سي يو بتاعتي قد ايه، تمام. طب ليه ما استخدمناهاش من الاول؟ ما خد بالك، معلش، انا لو جيت هي مش دقيقه، تمام، كور تيست ايه دقيق، فانا بعاير بيه. يعني لما اخد واحده واجي جنبيها اخد الشميدت بتاعتها، صح؟ تمام. لو الفرق كذا ابقى عارف ان في فرق كذا على مدار ايه المنشا بتاعي، صح ولا لا؟ تمام، فابقى عامل الايه المعدل بتاعي او المعايره بتاعتي. فادعى باشمهندس دي كده المره الجايه ان شاء الله. طلعوا ورقه بس اكتبوا الغياب عشان ابقى عارف الناس اللي ليها هدايا، تمام اوكي. طيب جميل جدا. طيب الى هنا في اي حد عنده مشكله مع موضوع الاف سي يو؟ حلو قوي، تمام حلو. قال لي يا باشمهندس تعالى نتكلم بقى عن الستيل. تعالى نتكلم عن الستيل. الستيل يا باشمهندس المقاومه اللي احنا بنصمم عليها، اللي احنا بنسميها اجهاد التصميم، هو يا باشمهندس اسمه اف واي. اسمه ايه؟ اف واي. طيب هو الاف واي ده يا باشمهندس نظامه ايه؟ تعال نشوف كده مع بعض. قال لي يا باشمهندس الاف واي ده لو انت فاكر كان في حاجه اسمها ستريس سترين كيرف، درسته في الماتيريال ودرسته في كذا ماده، صح؟
تمام حلو. ايه الموضوع؟ قال لي يا باشمهندس احنا بنتكلم ان الخرسانة بتاعتي المرحلة دي اسمها yield strength او yield، صح؟ تمام حلو. والمرحلة اللي بعد كده يا باشمهندس الحديد بيوصل لاقصى قيمة ليه، لكن بعدها بيحصل له انهيار مفاجئ، صح ولا لا؟ تمام حلو. فقال لي يا باشمهندس ايه رأيك نصمم على ال FY، وفي يا باشمهندس الحديد عندي عنده ductility، يعني ايه ductility؟ مرونة ممطولية، صح كده؟ تمام؟ بيتشد معايا، صح ولا لا؟ تمام؟ حلو. طيب قال لي يا باشمهندس يبقى الحديد بيتشد معايا ويقدر ان هو يحصل له الدكتيليتي دي بصورة كبيرة علشان حاجة معينة، ايه هي يا باشمهندس؟ قال لي انت عارف الحديد ده لو حصل له انهيار مفاجئ هتلاقي واحنا قاعدين كده المبنى وقع علينا، صح ولا لا؟ مظبوط. امال ايه؟ الحديد ما ينفعش يحصل له انهيار مفاجئ. ليه يا باشمهندس؟ قال لي لازم الاول يحصل له الامتداد والممطوليه دي. ليه؟ هتلاقي مع الممطوليه بتاعته دي يبتدي يحصل شروخ في الخرسانه، صح؟ فابتدي اعرف ان في مشكله ممكن اقدر اعالجها، صح ولا لا؟ تمام حلو. فقال لي يا باشمهندس اذا احنا بنصمم الحديد ابدا مش على الاف التيميت لكن على الايه؟ الاف واي. تمام حلو قوي. قال لي طيب الحديد اللي موجود في السوق بقى الاف واي بتاعته بكام؟ قال لي يا باشمهندس انا عندي نوعين من الحديد، تمام؟ دول اللي هم الثلاثه دول اسمهم هاي سترينث ستيل، وده لوحده كده اسمه مايلد ستيل. يعني ايه مايلد؟ مايلد ستيل ده كده حديد ايه؟ طري كده، لين كده، حلو؟ طيب الحديد ده يا باشمهندس ال FY بتاعته يا 240 يا 280، تمام؟ حلو. طيب الحديد ده الطري ده انا هستخدمه في ايه يا باشمهندس؟ قال لي ده بيستخدم في الحاجات اللي انا بشكلها، في الحاجات اللي انا ايه؟ بشكلها. زي ايه؟ زي مثلا لو حد سمع او لو ما حدش سمع تعالوا اسمعوا معايا، تمام؟ حلو. الكاميرا اللي عندك دي كل يا باشمهندس كده متر بنحط فيها على الاقل 5 كانات. يعني ايه كانه؟ قال لي الكانه دي حديد كده يا باشمهندس بيحاوط الكاميرا بتاعتي واي حديد جواها. تمام؟ حلو. فالكانه دي بتتعمل من المايلد ستيل. عارف بتيجي الموقع شكلها عامل ازاي؟ لفه. تمام؟ حلو. وانا بستعدل الحديد بتاعي زي الايه؟ الشكل اللي انا عاوزه. الأبعاد اللي أنا عاوزها. فيها أي مشكلة؟ فيها أي صعوبة؟ أدي أول نوع من الحديد، تمام؟ بيجي على هيئة لفة دائرية. طيب الهاي بقى الهاي سترينث ده باشمهندس اللي احنا بنسميه حديد مشرشر، تلاقي الحديد كده طالع منه نتوءات، صح كده؟ تمام حلو. ده بقى حديد التسليح الفعلي، تمام؟ طيب ده الاف واي بتاعته كام؟ قال لي يا باشمهندس 350، تمام؟ اوكي. 420، والجديد اللي احنا لسه قعدنا نقول عليه كده ايه 500. تمام حلو. طيب لغايه هنا في مشاكل؟ الحديد ده يا باشمهندس ال 350 وال 420 وال 500 ده يا باشمهندس الحديد اللي اقدر اصمم عليه. ايه اللي مشهور عندنا اكتر حاجه؟ ال 350. طبعا الحديد ال 500 ده بيشيل، واضح انه بيشيل كتير، صح؟ بيوفر في المنشأ حوالي من 7-8% عن اي حديد تاني، ده حقيقي. تمام؟ اوكي. لسه جديد شويه، والكود على فكره اتغير مخصوص سنه 2020 علشان الحديد الجديد دي، علشان المواصفه الجديده يبتدي يحطها ضمن ايه؟ الاعتبارات علشان نشتغل بيها. طيب جميل جدا. تعالى بقى يا باشمهندس ونتكلم في حاجه مهمه جدا في موضوع الاسياخ. حلو؟ ايه هي؟ قال يا باشمهندس هنشتغل ونقول انت عارف ان الحديد اللي جاي لك الموقع هنا عباره عن اسياخ، سيخ من الخرسان. السيخ ده يا باشمهندس طوله 12 متر. السيخ ده طوله قد ايه؟ 12 متر.
المعلومة دي مهمة جدا، تمام؟ ليه يا باش مهندس؟ عشان هتعرف امتى تقطع الحديد صح وامتى ما تهدرش. ده اللي احنا بنقول عليه الشوب دروينج يا باش مهندس، صح؟ تمام؟ حلو. طيب جميل جدا. قال لي يا باش مهندس طب الأسياخ دي عبارة عن ايه؟ قال لي انت عارف الأسياخ دي احنا يا باش مهندس بنعتمدها بحسب قطرها، بحسب ايه؟ القطر بتاعها. فالحديد الهاي ستيل بيبدأ من فاي 10، وعندي كمان فاي 12، وعندي كمان فاي 16، مفيش فاي 14 في مصر، تمام؟ المصانع ما بتعملش فاي 14، اوكي؟ طيب فاي 18 مهم قوي اللي انا بقوله ده والاقطار دي، علشان انت كل حديد ما بنقراهوش الا عدد اسياخ مع قطر، تمام؟ نقول الحديد ده 5 فاي 10، تمام؟ 5 اسياخ فاي 10، 6 فاي 12، 6 اسياخ فاي 12، احنا بنقرا كده، تمام؟ اوكي. فاي 18 فاي 22، مفيش 20 في مصر، تمام؟ حلو. فاي 25، وبعد كده يا باشمهندس بتيجي الطلبيات الخاصه بتاعه الكباري وغيرها، فاي 28، فاي 30، فاي 32، فاي 35، لكن ده بالنسبه لي في المباني السكنيه زي الفل، والمنشات العامه ده زي الفل. في اي مشكله؟ طيب حلو قوي. طب بالنسبه للحديد المي القطر بتاعه يبقى كام يا باشمهندس؟ قال لي القطر بتاعه 6 و8 و10، اللي بنشتغل فيه بمصر هو 8 وايه و10، تمام؟ حلو. وخد بالك بص المايلد ستيل حطيته ايه؟ شرطه واحده. اللي الهاي سترينث حطيته الشرطتين. يبقى احنا بنفهم ان انا لو قلت لك 5 فاي 8 بشرطه واحده ان الحديد ده عباره عن ايه؟ مايلد ستيل، صح؟ 5 اسياخ قطر 8 ملي، تمام؟ مايلد ستيل، صح ولا لا؟ تمام، اوكي. طيب جميل قوي الكلام ده. في الموقع والله يا باشمهندس وانت نازل كده هتسمع عن حاجه اسمها لينيا. حد نزل موقع سمعتوا عن موضوع اللينيا ده؟ تمام. قال لي بص يا باشمهندس اللينيا ده عباره عن ايه؟ قال لي بص يا باشمهندس الناس او العمال ده حاجه متوارثه، اللينيا دي مش وحده اولا، تمام؟ حلو. بس حاجه متوارثه ان الناس بتسمي القطر بتاعنا بلينيا، تمام؟ حلو. فبنيجي نقول يعني يا باشمهندس اللينيا دي احسبها ازاي؟ بيقول لك بتقسم على 3 القطر بتاعك. لو انت عاوز تحسب اللينيا لاي حاجه بتقسم على 3، تمام؟ وتاخد للاقرب. تقسم على 3 وتاخد للايه؟ للاقرب. يعني مثلا لو قلت فاي 12 قطر 12 على 3 يبقى كام لينيا؟ 4 لينيا، تمام؟ حلو. 16 على 3 هيطلع لك يا باشمهندس 5 و1، 5 و2 يبقى 5 ايه؟ لينيا. فيها اي مشكله؟ تمام. يبقى ما تتلخبطش لما حد يقول لك ايه؟ لينيا في الموقع. اللينيا اقسم القطر بتاعك اللي انت متعلمه على ايه؟ 3، هتعرف اللينيا مع الوقت هتبقى حافظهم اصلا، تمام؟ 16 5 لينيا، 12 4 لينيا، 18 6 لينيا، وهكذا. طيب الى هنا حد عنده اي مشاكل؟ تعالوا بقى نتكلم عن حاجه تانية كده بسرعه، تمام؟ انا قدامي حوالي 10 دقائق كده، حلو؟ تعالوا نتكلم بقى مع بعض فيها. المرة الجاية بقى هندخل على البيم بقى نشوف اللود ديستريبيوشن. أول موضوع معانا معرفة الدكتورة هتكون بدأت إن شاء الله على ما نكون إحنا دخلنا اللود ديستريبيوشن. إيه؟ شير ومومنت بس. ما هو ده أنا هقوله جوه اللود ديستريبيوشن إن شاء الله. تمام. تعالوا بقى يا شباب مع بعض، تعالوا كده مع بعض يا شباب، ما ينفعش ندخل لما نبقى فاهمين كل الكلام ده كويس قوي، تمام؟ حلو. تعال بقى نشوف كده مع بعض يا باشمهندس التايبس اوف لودز ايه ده؟ يعني ايه تايبس اوف لودز؟ ركزوا معايا يا شباب، الناس اللي ورا
يلا بينا تعالوا ركزوا معايا بقى. حلو بصوا بقى يا شباب معايا. طيب تعالوا بقى نركز مع بعض. ايه تايبز اوف لودز؟ قال يا باشمهندس احنا بنصمم اي منشأ في الدنيا علشان يقاوم الاحمال اللي موجوده فوق. الاحمال دي اللي بتسبب الاسترينينج اكشن اللي احنا قايلين عليها، تمام صح ولا لا؟ طيب هي الاحمال دي عباره عن ايه يا باشمهندس؟ ركز بقى معايا كويس قوي. الاحمال دي عباره عن ايه؟ يعني منشا سكني زي اللي انت عايش فيه ده، ايه هيئه الاحمال اللي موجوده على المنشا ده؟ تعالوا نتكلم مع بعض كده، حد يقول لي. حلو، طب ما تيجي نتكلم بالبلدي كده. حلو طيب احنا بنتكلم يا باشمهندس ان الحمل اللي موجود هو احنا، صح تمام، والاساس بتاعنا اللي موجود، صح. طيب وفي حمل كمان يا باشمهندس، وزن المنشأ نفسه. هو وزن المنشأ نفسه ده مش حمل، مش ده بيحمل على ده وده بيحمل على ده، صح تمام. حلو، فقال لي يا باشمهندس بمعنى صح احنا عندنا يا باشمهندس ديد لود، ونقصد بالديد لود هي الاحمال الثابته، تمام. زي ايه؟ احمال المنشأ نفسه. زي ايه برضو؟ قال لي يا باشمهندس اول حاجه الاون ويت بتاعه العنصر، يعني الوزن الذاتي للعنصر. يعني البلاطه اللي انا بصممها دي لازم تشيل نفسها الاول، صح كده تمام اوكي. طيب في حاجه تانية قال لي يا باشمهندس، في حاجه اسمها فلور كفرنج ويت. ركز معايا هندسه، تقدر تقول لي هندسه قول لي ايه الفلور كفرنج ويت وانا هساعدك. يلا بينا. انت ايوه على قشطه، مش عادي يعني، مش بقى مش هنعمل حاجه يعني، بنتساير مع بعض. قول لي بقى ايه الفلور كفرنج ويت؟ تمام تعالى كده بالراحه كده نمسك الموضوع حتى نترجم ترجمه حرفيه. فلور دي يعني ايه؟ بلاطه، صح. كفرنج الغطا بتاعها. نقصد ايه بالكلام ده يا باشمهندس؟ نقصد السيراميك يا باشمهندس، الرخام، غيره من الحاجات اللي احنا بنحطها. ليه؟ خد بالك يا باشمهندس انا باجي مثلا البلاطه اللي انا شايلها دي او اللي فوق دي، صح تمام حلو، مش فوقيها يا باشمهندس بروح جاي حاطط الرمله، فارش فرشه رمله، صح، وحاطط مونه، وبعدين حاطط السيراميك. مش ده وزن ثابت عليها؟ هل ده بيتغير؟ لا. يبقى ادي الفلور كفرنج ويت اللي احنا كنا بنتكلم فيه. طيب تعالى بقى بعد كده نتكلم يا باشمهندس في حاجه تانية. قال لي ممكن يا باشمهندس نتكلم ان في احمال حوائط برضو ثابته، الحيطه يا باشمهندس ما بتتغيرش، صح ولا لا؟ تمام. هل انا يا باشمهندس بحرك الحيطه من مكانها؟ لا، خلاص تمام اوكي. يبقى ادي الديد لود. تعالى نتكلم بقى في تاني حاجة اللي انتوا قلتوا عليها، وهي اللايف لود بتاعي. اللايف لود ده اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن اي حاجة متحرك اللي هو احنا والاساس بتاعنا، صح كده تمام. ليه؟ انا ممكن اغير الاساس من هنا لهنا بسهولة، صح ولا لا؟ تمام حلوة. فاللايف لود يا باشمهندس عبارة عن احمالنا احنا واحمال الاساس. ولازم اقول لك معلومة مهمة جدا، ان اللايف لود ده ما احناش بنحسبه. الله، امال بيجي ازاي يا باشمهندس؟ في كود يا باشمهندس معانا تمام في الخرسانه اسمه كود الاحمال، اسمه كود المباني والاحمال، تمام حلو. الكود ده يا باشمهندس بيحدد الاتي، بيحدد اللايف لود بتاعي حسب طبيعه المنشا بتاعي. يعني لو المنشا سكني اللايف لود بكذا، لو المنشا تجاري اللايف لود اعلى شويه، لو المنشا هوسبيتال مستشفى فاللايف لود اعلى، لو المنشأ جامعه وهكذا وهكذا وهكذا، لو جراج تمام عربيات تقيله صح اعلى وهكذا يا باشمهندس. طب انا يهمني مين؟ يهمني الريزيدنشال بيلدينج اللي هو المنشأ السكني بتاعي الطبيعي، ابقى عارفه على الاقل. طب الريزيدنشال ده يا باشمهندس اللي هو ايه بالظبط؟ قال لي يا باشمهندس الريزيدنشال بيلدينج ده بالنسبه لي، تخيل ان احنا عندنا المنشأ السكني الواحد مقسم لاتنين. ايه ده؟ اتنين لايف لود؟ قال لي
لايف لود ب 2 كيلو نيوتن على المتر المربع ولايف لود ب 3 كيلو نيوتن على المتر المربع. وتعالى اقول لك ازاي هو متقسم لاثنين. جه يا باشمهندس الكود عمل الاتي، قال لي الغرف 2 كيلو نيوتن على المتر المربع، حلو جدا. وقال لك بقى ايه؟ الحمامات والمطابخ والبلكونات والسلالم 3 كيلو نيوتن. ايه ده؟ طب مش معنى دول يا باشمهندس، صح؟ ما سؤال يطرح نفسه يعني، مش معنى البلكونات؟ قال لي البلكونات دي يا باشمهندس، فاكر الاستراكشر حاجه اسمها كانتليفر، تمام؟ الكانتليفر ده قوته زي قوه عنصر كده ممسوك على عمودين؟ لا طبعا، صح؟ ده طاير، صح؟ تمام، فبيزود فيه فاكتور سيفتي، صح؟ تمام، حلو. طيب المطابخ، تمام، والحمامات. المطابخ والحمامات يا باشمهندس، المطابخ طبعا انت عارف ان بيتحط فيها ابليكانسس، وبيتحط فيها كمان يا ابليكانسس دي اللي هي ايه؟ ثلاجه، غساله، مش عارف ايه، كلام زي كده، صح؟ تمام، بوتاجاز وكلام من ده، حلو. طيب بالاضافه كمان ان بيتحط فيها سباكه، فيها حوض، فيها ميه، صح؟ ففي مواسير سباكه موجوده، ففي ممكن تسريبات ميه تحصل، صح ولا لا؟ تمام. ولذا يا باشمهندس برضو ببقى عامل حساب ان اللايف لود بتاعي، تمام، اعلى في المنطقه دي. وكمان لسبب ان احيانا السباكه دي بتخليني اوطى، ومش احيانا، هو دايما بتخليني اعمل يا باشمهندس، ركز معايا، حاجه اسمها تهبيط. يعني ايه تهبيط؟ ان انا باجي مثلا الحمامات دي يا باشمهندس، لو انا هاجي بشتغل بره الطرقه، تمام، الطرقه عملت ايه؟ حطيت رمله، وبعدين حطيت اسمنت، وبعدين حطيت الايه؟ السيراميك. طب تعالى بقى للحمام. الحمام في مواسير ماشيه على الارض، صح ولا لا؟ عشان اعمل بيبه اللي هي البلاعه يعني. تمام، اوكي، حلو، مظبوط، تمام. فقال لي يا باشمهندس لازم يبقى ليفل الحمام اوطى شويه. ليه؟ علشان يا باشمهندس لما اجي اعمل السيراميك الاقي كله ايه؟ سوى واحد، ما طلعش درجه للحمام، تمام؟ الايه؟ نفس كميه الحمام. هو كل الفكره يعني، بما يعني هقول لك اللي بيحصل في الموقع ايه. بنجيب حاجه اسمها ملاوينه، عارف الملاوينه؟ حد سمع عنها؟ تمام. الملاوينه دي دراع كده حديد بيبقى اخره كده ايه؟ كلبش، تمام. بنروح جايين ايه؟ عاملين حوالي مثلا 2 سنتي ولا حاجه ايه؟ تهبيط في الايه؟ نهبط الحديد في الحته دي. هو المفروض انه من 2 ل 5 سنتي التهبيط علشان اقدر اخلي المستوى او الليفل بتاعي ايه؟ واحد، تمام؟ اوكي. طيب احنا اتكلمنا، اخر حاجه بقى هنتكلم عليها وهي السلالم. السلالم يا باشمهندس لازم اللايف لود بتاعها يبقى عالي، علشان لو حصل اي ازمه في المنزل، حصل زلزال، حصل حاجه، حصل طوارئ، تمام؟ كل الناس هتنزل منين؟ تمام، اوكي، فلازم يبقى امن حاجه موجوده عندي. طيب نعم، بتبقى كانتليفر فيها احيانا، واحيانا بتبقى مستنده على اربع اعمده واربع كاميرات، تمام، اوكي. طيب في احمال ثانيه يا باشمهندس، في حمل كمان اسمه اللاترال لودز. انا خلاص يا باشمهندس انا بفنش، ها بصوا انا بفنش، انا فاضل لي 5 دقايق بالظبط، فانا اقولهم بسرعه كده عشان ايه؟ ننجز ونروح، وانا عارف انه اخر اليوم وانتوا اصلا ايه؟ تمام، اوكي، اهو 5 دقايق، اوكي. طيب تعالوا بقى نتكلم مع بعض كده في اللاترال لود. ايه اللاترال لود ده يا باشمهندس؟ قال لي هيا بينا 5 دقايق، يلا، تمام، 5 دقايق جد عشان نخلص، تمام، اوكي. طيب احنا بنتكلم يا باشمهندس، احنا بنتكلم يا باشمهندس ان اللاترال لود ده، ايه اللاترال لود ده؟ دي احمال جانبيه. طب ايه الاحمال الجانبيه بتاعتي؟ السيزميك لود. والسيزميك ده يا باشمهندس اللي هو احمال الزلازل. طبعا اليومين دول ترند ايه؟ سوريا وتركيا، صح؟ الزلزال اللي موجود حتى في مصر، تمام، اوكي. فباشمهندس احمال الزلازل من الاحمال المهمه جدا اللي احنا لابد نراعيها في اي تصميم، خصوصا المنشات الاكثر من 4 ادوار، تمام، اوكي. تاني حاجه من
اللاترال لودز هو الويند لود، وفي مصر يعني الموضوع ده عندنا مش قوي، لكن السيزميك لود هو الايه الحاجه الكبيره اللي موجوده عندنا. طيب حلو، ادي يا باشمهندس انواع الاحمال. يلا بينا اخر حاجه بقى نقولها النهارده عشان نروح، واهم حاجه خلاص انا خلصت والله، خمس دقايق بالظبط، اقل من خمس دقايق، اقل من خمس دقايق ان شاء الله. بص بقى يا باشمهندس، تمام، تعالى اتكلم بقى في الاتي. بص يا هندسه، احنا هنتكلم مع بعض كده في حاجه مهمه قوي قوي قوي، هتفيدك طول رحلتك مع الخرسانه، تمام. حاجه اسمها الفيلوسوفي اوف ديزاين، تمام. لما حد هيجي يتفلسف عليك هيتفلسف في الفلسفه دي، تمام. حلو، الفيلوسوفي اوف ديزاين يعني فلسفه التصميم، ازاي بنصمم المنشآت الخرسانية بتاعتي. قال لي يا باشمهندس احنا بنصمم من خلال طريقة كده اسمها limit state method. ركز بقى معايا قوي عشان دقيقة واخلص، اوكي. ايه limit state method ده؟ قال لي يا باشمهندس ترجمة حرفية طريقة حالات الحدود. يعني ايه طريقة حالات الحدود؟ قال لي يا باشمهندس تعالى اقولك يعني ايه طريقة حالات الحدود. عندي يا باشمهندس اكتر طريقه بستخدمها هي الالتيميت ليميت او الالتيميت سترينث ليميت ستيت. ركز بقى معايا قوي، تمام. يعني ايه يا باشمهندس؟ قال لي ايه رايك دلوقتي احنا هنصمم قطاع خرساني، تمام، هنوصله يا باشمهندس للالتيميت سترينس. ايه ده يعني ايه؟ يعني ايه نوصله للالتيميت سترينس؟ يعني عاوزين نوصل القطاع ده انه يقاوم اقصى مقاومه ممكنه، صح؟ تمام؟ عايزين نستفيد منه لغايه الاخر، صح ولا لا؟ طيب نعمل ايه بقى؟ قال لي يا باشمهندس مع احترامي الشديد ليك، اي قطاع لو وصل للالتيميت سترينس اقصى مقاومه ليه هيحصل انهيار، صح؟ فقال لي علشان الطريقه دي نستخدمها لازم ناخد فاكتورز للسيفتي. حلو، ايه الفاكتورز اللي ناخدها للسيفتي دي؟ قال لي اول حاجه ايه رايك احنا عندنا احمال على المنشا، صح؟ تمام. ايه رايك لو زودنا الاحمال دي شويه، تمام، ضربناها في فاكتور زادت شويه وبالتالي هتعمل لي سيفتي، صح؟ ابقى مصمم على حاجه اكبر من اللي موجوده عندي، صح؟ تمام. فقال لي هتعمل ايه؟ قال لي بص، مش انت عندك ديد لود ولايف لود، اضرب الديد لود في 1.4 واضرب اللايف لود في 1.6، او اضرب الاثنين جمعهم في 1.5. امتى ده وامتى ده يا باشمهندس؟ قال لي ده لما يبقى اللايف لود على الديد لود اكبر من او يساوي 0.75، ده لما يبقى اللايف لود على الديد لود اقل من 0.75. فيها اي مشكله؟ طيب حلو قوي. طيب هل كفايه اللود يا باشمهندس؟ قال لي لا. امال ايه؟ قال لي بص، مش يا باشمهندس الخرسانه المسلحه دي متكونه من ماتيريالز قلناها خرسانه وحديد، تمام، صح؟ وقلنا ان المقاومه المميزه للخرسانه اف سي يو، والمقاومه المميزه للحديد اف واي. قال لي ايه رايك لو احنا جينا، مش دي مقاومتهم، لو قللناها شويه مش كده عملنا سيف؟ فقال لي اه. باجي اقسم الاف سي يو على جاما سي اللي هي بواحد ونص، بنسميها معامل خفض مقاومه الخرسانه، والاف واي نيجي نقسمها على جاما اس بواحد وخمستاشر اللي هو معامل خفض مقاومه الحديد. يبقى احنا كده حققنا الفاكتورز اوف سيفتي، وقدرنا نصمم القطاع انه يشيل اقصى سترينث ممكن من غير ما يحصل له ايه؟ اي مشاكل. دي الفلسفه بتاعت التصميم بتاعتنا، وان شاء الله نتقابل المره الجايه.